فني غالبيتهم عشان ما نظلمهم كلهم، يقولون نفس الكلام اللي نقوله احنا اللي يقوله المشجع العادي. اذا انا والله بشوف نقول احنا، انت تقول نفس اللي يقوله هو. اي اي اذا احنا بنقول، مش هو اللي يقول نفس اللي تقوله انت. اذا احنا اذا هو بيطلع لنا يقول، اذا هو بيطلع لنا يتحك هو ابن المحل على بناء على القدم، اذا بيحلل بناء على النتيجه، تقدم هدف مثلا هجمه مرتده شد الهدف تغير الامر عنده، حتى انفعالاته حتى طريقته، هذا اللي قاعد يصير عند الجمهور وعند الاعلاميين العادي الغير فنيين. اذا هو ما اضاف لنا جديد، هو بكذا يقول كلام زي اللي احنا نقوله. حتى احنا اذا انتهى الشوط الاول نقول كلام غير اللي كنا نقوله قبل ما تبدا المباراه، ونقول كلام بعد نهايه المباراه نفس الوضع. عاد وين المحلل الفني اللي يقول لي اتوقع يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، واذا لعب بالطريقه الفلانيه ينقص كذا؟ اضف الى ذلك لا تقول لي جمله قرأ المباراه وتسكت، اشرح لي كيف قرأ المباراه. هذا اللي انا ابغاه، هذا اللي انا اعنيه. ترى انا ما اقول له علمني من بيفوز ولا من بيسجل الهدف، لا، ولكن اشرح لي جمله قرأ المباراه كيف، وظف اللاعبين، اي وضح لي وش اللي صار. اما بالنسبه لموضوع مارفك، مو مارفك، اي مدرب الان تقول يدرب عن بعد ولا يدرب موجود هنا؟ انا اتمنى انه يكون موجود هنا باستمرار، بالتاكيد اتوقع ان عطائه يكون افضل، وما ارضى وما اتمنى انه يكون بعيد. لكنهم قالوا ان مارفك اشترط هذا الشرط في وقت الفتره الاولى، اوكي طالما اشترط وانتم موافقتوا، طيب احنا نتمنى انه يكون موجود، لكن شو نسوي عاد؟ هذا اللي اهم شيء بعد ماشي. إيه لحظه، هذا اعتراف ضمني من انت، لا انت تقول انك تنتقد مارفك كمستوى فني، انتقاد لمارفك كمستوى فني. ماشي ماشي، اما مساله لا الله خليك، النقطه المهمه ما نقول الغوا عقده لانه ما قبل، اما الكلام اللي بعد ما عدم التجديد مع مارفك، طيب طلع رئيس الاتحاد وطلع تركي آل الشيخ وقالوا ان كنا نبغى يستمر بشروطنا، رفض هو، اصر على انه يكون باقي هناك، يعني كثير قال الكلام. اضف الى ذلك ان في نقطه مهمه قالها هو مارفك في حوار نشر له، ان بعد ما تاهلنا هناك من ابعد كل الموجودين حتى ينسب التاهل لنفسه، ماشي. مع انه هو اللي كان يبعد طارق كيال، وهو اللي كان يبعد، هو كان يدافع عن زكي صالح وطارق كيال، وصحيح انه هو اللي كان يبعد ممتاز طارق كيال ممتاز. مارفك بعد التاهل في حواره اللي نشر كان يكذب على المسؤولين في الاتحاد السعودي، طيب اتهمهم باتهامات غير صحيحه. ممتاز، بما ان احنا نتحدث عن المنتخب السعودي